وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة تساعده تشجعه وتدعمه. برنامج جلسة أنثى في أول عدد له، يرحب بكم توما مشاهدينا الكرام وبك أنت سيدتي المرأة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في أول عدد من برنامج جلسة أنثى. هذا البرنامج النسائي البحث أكيد يهتم بكل المواضيع التي تهمك أنت سيدتي. أكيد منش حنكون وحدي في تقديم هذا البرنامج، راح يكونوا معايا جميلات من جميلات الجزائر، وكذلك راح يكون معايا حاضر ببليك ولا أروع. قلت لكم برنامج جلسة ونسى هو برنامج نسائي، وأول امرأة جميلة حنستقبلها من الشرق الجزائري. نساء اللي راح يكونوا معايا حاضرين، كل وحدة خلات البصمة ديالها في المجال ديالها. أكيد نرحبوا بأول مقدمة اللي راح تكون معايا، الفنانة المتألقة صاحبة الابتسامة التي لا تفارق وجهها، أمينة بالعابد. تحت تصفيقاتكم أكيد. أمينة البشوشة، مرحبا بك. مرحبا بك سمية، ميرسي. مشاهدينا الكرام، كذلك ثاني امرأة جميلة صغيرة في العمر ديالها لكن صنعت محتوى، هي معلمة وصنعت محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، عرفتوها وحبيتوها. مساء الخير، واش راكم؟ جميلات مبتسمات، يعني كلماتها خاصين بها. خلوني نستقبل تحت تصفيقة الجمهور أكيد سارة رجال. سارة مرحبا بك. مساء الورد. يلا لتكتمل قاعدتنا اليوم وتكتمل المقدمات يكونوا كامل حاضرين، اكيد خلوني نرحب ابنة الجنوب الجزائري. هي سافرت، درست، نجحت واصبحت سيدة اعمال بامتياز، اكيد تحت تصفيقات الجمهور. خلونا نستقبلوا أميرة فريج. مشاهدينا اكيد راكم تتساءلوا تقولوا علاش انا حاطين هذا راح نعرفوه بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، عودنا ولينا لكم دائما الى برنامجكم جلسه ونساء. قلنا ان برنامج جلسه ونساء هو برنامج نسائي، لكن هذا ما يمنعش انه يكونوا حاضرين معنا الرجال في هذا البلاطو، لان بالنسبه لي انا انه الرجل هو مهم في حياه المراه. وراكم انا قلت الرجال ديفونديكم، ما كاينش منفعه الثقه. يلا باختصار أميرة تفريج، مرحبا بك مرة ثانية. ولا قلت لك عرفي جمهورك على أميرة تفريج في جملة، واش تقولي لهم؟ بنت الجنوب الكبير مهتمة بمجال المال والأعمال. يلا إن شاء الله ربي يكثر الأعمال. يلا إن شاء الله. أمينة قولي لي، عرفي نفسك لجمهورك في جملة. شكون هي أميرة؟ جو با اون بيرسون أوردينار، جو بلوتو فول سي تو. يلا الجميلة سارة رجال. انا خليني نمسي عليكم كيما موافه نمسي. بس تعجبني هذيك والهنا والحب وكاع الحاجات الشابين، ان شاء الله تكونوا ملاح. سارة رجيل مهتمه بنشر البسمه وين ما نروح، هذا ما كان. يلا ان شاء الله يخلينا دائما ان شاء الله. سارة، انا على بالي بلي موضوعك هو اليوم مهم، مهم جدا في حياه كل امراه. مادامكم راكو هكاك الاميرات، موضوع اليوم على الامير. يا درا امينه، اميره كيفاش راكي تستناي فيه يكون؟ نستناش فيه بصح كي يجي حقو كي الامير. عجبتني تاع ما نستناش فيك، مانيش نستنى فيك. وانتي اميره؟ اميره لازم لك امير. حاجه اكيد، لكن ما راحش نتزوجوا برك باش نتزوجوا، فكاين الشروط، كاين فن اختيار هذا الشريك اللي راح نتعرفوا عليه من بعد. انا اميري راهو في الدار. انا سقسيتيني. اي سميه، نسيت سميه. راهو جاي، راه فوق العود. او في الطريق. راه عند غلاتها. سمعت بلي قريب يجي الامير. انا قلت لكم اميري راهو في الدار وان شاء الله يكون يشوف فيا. كاين بزاف نساء يحبوا قصه سندريلا، والصح في الحكايه ماشي صباطي يواتيك باش تصيبي الامير، الصح انه اخلاق ومواصفات لهذا الامير يواتيوك باش تعيشي معه اجمل قصه خير من الروايات وكاع اللي سمعنا به. باش نهضروا في الموضوع معنا الاستاذ عزير منصوري، استاذ متخصص في التنميه الذاتيه، نستقبلوه معنا ومعاكم باش نتعرفوا على الموضوع اكثر. انه
نور، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم. مرحبا بك. اهلا بكم. صلاه تكون مليح. مرحبا بك معنا. عيشك. اك واجد. والله يعني محاكمة ولا شوف أه؟ انت اول ضيف لنا في برنامج جلسة ونسى مع خليني نقول أميرات. ضيفنا هو رجل، اول ضيف هو رجل، ان شاء الله نربحوا عليك. ان شاء الله ان شاء الله. حتى يعني هذا البرنامج راح نعطوا حق للرجل. تعتبروا حقه؟ أكيد. اكيد ان شاء الله. اما المرة الجاية ان شاء الله جلسة النساء مع الرجال. طبعا. راك هنا، راك هنا معنا. ما شاء الله شباب، ما شاء الله عليك. ان شاء الله ربي يبارك. الله يخليك. ان شاء الله. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع خلونا نروحوا نشوفوا آراء الشارع الجزائري حول موضوع شريك الحياة ونولوا لكم. أنا نحب مرتي تكون عاقلة أصلة، تعرف قيمة الراجل. ما من راجل لازم يعرف قيمة المرأة، باسكو احنا ندخلوا أمور الدين، باسكو احنا الدين تاعنا نفضل المرأة وعطى لها قيمة بزاف كبيرة. سما باش احنا طونك كمسلمين ونأمنوا بربي والرسول عليه الصلاة والسلام لازم نعطوا لها حقها. كي نعطوا لها حقها هي اوتوماتيك محتاطك حقك. جوغ يكون لو بارتاج بيناتنا، يكون متفاهم، يكون اوفر ديسبري. التفاهم سي بوكو بلوس تفاهم. انا بور موا جو تروف كو التفاهم سي لو تروك لو بلوس امبورتون. يكون انسان كالم ماشي نيرفو، انسان جوغ اللي كيما يقول لك يعاملني قبل ما نكون يعاملني كمراه كي اختو كي يماه، ما يعاملني شغل اوبجي. مواصفات المراه اللي نحبها مستقبلا، اول حاجه تكون ان شاء الله كما يما، مثلا تكون خلوقه وتستحفظ بالعادات والتقاليد نتاعنا وتكون مثقفه. احنا سمعنا راي الشارع الجزائري. انا راني حابه نعرف راي عزير كرجل جزائري في موضوع. قبل ما نروحوا الموضوع نهضروا على كيفيه اختيار شريك الحياه. انا حابه نعرف شريكه حياتك انت كيفاش راك تتخيلها، كيفاش راك تتمناها؟ خيرتها ولا هذا اول؟ لا خيرتها. انا خيرتها. يلا بصحتها. الله يسلمك. على صحتك. اول حاجه نحب نقول لكم هذاك عزير الداخل. اول حاجه اللي خلتني نخير اللي هو الانجذاب، تمام؟ فلما نقول لكم انه بحثت مده طويله جدا عليها هي، ولكن قبل شيء اول شيء كان انجذاب بيني وبينها، تمام؟ فهي لحد الان ما تعترفش انها كانت منجذبه ليا، تمام؟ صح. انا يعني كيما احنا كامل ما تعترفش. انا خاطيني انت اللي شفت فيا. وحتى تسمعنا هكا تقول لك باللي هي لا لا كنت عادي. لا هي كانت طبيبه اسنان تاعي، تمام؟ فاحنا نقولوا كانت دايره البافيت، معناتها تحضر في عينيها. في عينيها عرفتها. باينه حضرت العيون. فكملت لاسيونس تاعي وندخل انا الفيسبوك نلقى هذيك عيونك هم الجاذبيه ونيوتن يروح يزمر. ما خلاص الله الله طلع كل شيء عادي. فكانت الجاذبيه هي اول الشيء، وبعدها اللي جات اللي هي تحريات. انا نقول لكم تحريات، خدمه كبيره خدمتها باش لحقت واقتنعت، لانه هذا مشروع زواج، مشروع اولاد، مشروع امه. زين، قلت ليش اهم صفه فيه؟ الزين. شابه انا تنجذب للزين. بصح يعني غزير. يعني انت راك تاكد على نقطه انه الرجل ينجذب للمراه الجميله بالاولويه. يعني المراه كي تخير ما تخيرش اوتوماتيكمون على جلد الزين، مي الراجل يشوف الزين هو الاول. جيد، خلينا نقول لكم حاجه برك. الناس انماط شخصيه، تمام؟ ومختلفين في طريقة تفكيرهم. أيضا حبيت نقول لكم باللي الجمال هذا هو عبارة عن صور ذهنية مختلفة. فور اكزومبل أنا حتى اللي نشوفها هي أنها أجمل امرأة في العالم، تمام؟ يشوفها واحد اخرين انها بسيطه جدا. اكيد يقول لك الجمال كل واحد يشوفه. هو يقول لك تشوفها ماشي شابه، لكن زوج ديالها يشوفها هي اجمل نساء. واذا ما كانش كاع طلع هذيك الموسيقى خذوا عيني وشوفوا بها. هنا تعرفوا باللي القصه راهي قصه صور ذهنيه، اللي تشوفوا انت جميل يراه الاخر بسيطا. الامر نسبي. الامر نسبي. فهذيك تعتبر صوره نمطيه وفقط. صح. انا يا ساره كيفاش خيرتي زوجك؟ مش هي المواصفات. أميري كيفاش أميرك؟ أك واجد سام. لا لا أستاذ شوف، يعني النظرات هذوك العينين البارقة. البارقة تواصلت معاها أصلا. يلا كيفاش خيرتي أميرك يا سارة؟ شوفي أنا عرفته أول مرة كلا بيتزا طاشا حوايجي، قلت له ما تعرفش فهمك وين جاي.
ومن بعد هذيك هضرت مع خطر زوج هو قمه في الرقي، رجل راقي بمعنى الكلمه، يحترم المراه ويقدرها. انا عندي هذا اهم من مال قارون واهم من جمال الدنيا، هذا هو الصح اللي فيه وصبته فيه. سبقوا لي عليها. وانا ناكد هذا لانه زميل، وكان وقت اللي عملت معاه هو رجل طيب ما شاء الله، ربي يخليه لك ان شاء الله. ان شاء الله يا وانا ثاني ناكد هذا لاني تعاملت معاه انسان غايه في الرقي. ربي يكمل عشرتكم فيك امين. هاني حابه نعرف اميرك هذا كيفاش داير. ما تدخليش في حياتي بزاف. اميرك لازم يكون اميره نورمال خباز يا اخي. كاين المملكه، كاين مملكه فيها الملك، كاين الامير، كاين خباز، كاين انا ندي خباز خويا. بصح بالنسبه ليك، بالنسبه ليك امير ماشي بالنسبه للمجتمع. بالنسبه لي انا ملك مش غير امير. صحته إيه في مملكه الخبز يطلع امير. فوالا. صح. انا حابه نسالك واحد النقطه، اعطيني اهم المفاهيم اللي لازم المراه والراجل يكونوا يعرفوهم قبل الارتباط كامل كي يكونوا عازبين. المراه ما هي اهم المفاهيم والراجل اللي يكونوا يعرفوهم؟ رائع. شوفوا هذه يعني دوك الان نمشي لكم الى نقطه اللي هي التخصص. بحكم الاستشارات الكثيره اللي مرت عليا، معظم البنات في اللاج هذا تلقاها تقول لك مش مستعده اصلا للزواج، تمام؟ وهذه التوكيد اللغوي هذا باللي ما رانيش واجده ومانيش قادره على المسؤوليه، هو بحد ذاته يخليك تبعد على ماذا؟ على اكتشاف هذا الشخص المناسب في حياتك. تخيلوا انا كنت في الجامعه شحال من مره هكا نقترب من وحده كنبدا شويه هكا نتودد كلمات ملاح، بعد تلقاها تطلع لك هي جاي تتفرج. اه زي ما تنسى. اه والله تعرفت لها بكري خلاص عرفت لها. اه الله عفى الله عما سالت. قلت لها كنت شويه هك تطلع لك منها كلمه ايه زواج شكون اللي تقدر عليه درك، مانيش واجده للزواج، ما رانيش كذا. فهم يعتقدوا انه هذه المسؤوليه راح تكون شيء كبير عليها وعلى عاتقها، فتخليها تنفر روحها من هذا الموضوع. فلازم يعاودوا مفهوم المسؤوليه ويفهموه صح حتى ما يخلوش فتره الشباب هذه تروح منها. اكيد. وهي استاذه ماهيش قضيه مسؤوليه فقط، لانه الطاقه اللي احنا لينيرجي كون انفوا هذيك هي اللي تجيب ولا تنفر الاشياء. نعم. منا. اذا كان انا في مخي جو فو با مستابيليزي وما رانيش حابه نستقر وما رانيش حابه نتزوج، جامي راح يجي واحد يتقدم ويتزوج. اكيد هذا اكيد, أكيد. لانه انا الطاقه اللي قاعد نبعد فيها لي زيليمون دو لونيفير هذه هي ما رانيش مستعده نفسيا طاقيا ذهنيا. يسموها طرق. نعم. جذب شريك الحياه. نعم. الا ما يكونش عندك الجذب ما تقدريش. إيه هو ممكن هو موجود امامك وموجود في لونتوراج ديالك، ولكن بمجرد ما هو يطلع معاك في كلمه ولا زوج انت تقولي له اه وانا ما رانيش قادر على المسؤوليه، مسؤوليه زواج كبيرة، هو يخاف على أم أولاده. صح. والإنسان اللي تكون شريكة حياته أنها تكون مش متحملة مسؤوليتها، فهو ينفر ويهرب ويروح يبحث عن الشخص اللي يعبر له. تعرفوا هذه الحاجة والله نتكلموا عليها مش فقط في الزواج، نتكلموا عليها حتى في التخطيط وفي الإدارة. صح. معناها إذا كانت عندك خطة لبناء أسرة خلي الآن المفاهيم هذه تتغير وتروح في الشكل الإيجابي. صح. صار المسؤولية كبيرة بزاف. كبيره هي نوعا ما. إيه؟ بصح كي يكونوا الزوج متفاهمين ولا غير كي العسل متشاركين فيها كي العسل. هي الشركه ربما لما واحد زوج كيتسقسي تقول له واش رايك في زوج رد بالك اختي علاش على هذا ربما يعطوك هذيك الخوف. يقعد الانسان سواء الراجل سواء المراه قال لا تزوجش هذا الزواج وما صار. هي حقيقه يقولوا ناس بكري زوج ليله تدبيروا عانوا مع سيده كبيره في العمر ما شاء الله عليها ربما تعرف هذه التفاصيل. نقولوا صعيبه يعني سواء للراجل سواء للمراه، لكن في الوقت اللي رانا فيه ماشي كيما زمان ولا الراجل يتعاون مع المراه. شوفي كيكون الاساس. نعم. درك رانا نلقاو توجه اخر جديد اللي هي التشاركيه داخل الاسره. وهنا لازم هذو كامل المعايير نفهمهم والمفاهيم نفهموا عليهم ونحكيوا عليهم، وايضا نتصوروا انه الاسره راح تكون مكان جيد لانه علاش فيها موده وفيها رحمه وفيها سكينه. كيفاش انت خايف من هذا المشروع الجيد؟ تمام. فالتفكير اعاده التفكير في هذا الموضوع كي تكون الاسس سليمه والبذره تزرعها صح وتعطي لها كل حاجه اللي لازمها تخرج لك شجره سويه. كي ما دير لهاش واش لازم تخرج معوجه. وي وي ما تعطيش الثمره. كاينه وحده معانا واحد الاميره معانا جونس عرفتوها ما حضرتش كاع
أمير النائر هذا أي نائمة مازال ما جاش يا درعا بالنسبة لي ما كانش قوانين باش نختار شريك حياتي لكن كاينين فن اختيار شريك الحياة لأنه باش تختاري شريك الحياة كاينين أسئلة لازم تطرحيها على روحك راح نوجدها لك أول سؤال علاش أنا حابة نتزوج ثاني سؤال هذا الإنسان هو كفؤ باش نشارك معاه حياتي ونكون معاه أسرة السؤال الثالث كيفاش نعرف أنه هذا الإنسان مستقر نفسيا وعقليا بس كل مرات بزاف نتغاضوا على هذه الأسئلة ونركزوا على الجانب الجاذبية المادة الدين وغيرها ولكن ثاني أنه يكون سوي نفسي وعقلي وكفؤ باش نكمل أنا حياتي معه ونحط فيه ثقتي باش نجاوب زميلاتي شكون هو السيد اللي حابة نكون معاه لازم يكون متزن نفسيا وعقليا عندك جواب أني جمع لكم الصبح جدا نعم سيدي الأمير اللي راك جاي عند أميرة كيفاش تعرف متزن ولا يقدر هذا دوك الأمير هذا يطلع يروح ليفريت فامي يبدل اسمه متزن نفسيا وعقليا وعقليا واش كلمة تقدرش تعرف من الأول 100% إذا كان متزن صح ولا يدعي الاتزان لكن كاين طرق كاين ناس ممثلة نعم تعرف تمثل واو خليني نجاوب على السؤال الاول والسؤال الثالث هذا نحكي لها واحده على ممثل ما شاء الله عليه طلع افضل الممثلين جيد بالنسبه للزواج لماذا الزواج اول حاجه خلونا الانسان هذا خلوه يستمر ما ناش حابينه ينقرض تمام ففكره الزواج بدات الاصل هذا هو من اجل ماذا من اجل ان يستمر النسل البشري ما ناش حابين ننقرضه سيدي هي الديناصورة راح وخلونا احنا نكملوا حتى اللقطة. لا انا سؤالي لماذا اتزوج كشخص؟ نعم. يعني واحد كي يحب يخير شريك الحياة، اوكي جاني واحد اليوم يخطبني، راح نسقسي انا علاش حابة نتزوج به؟ نعم. هنايا نجيب على سؤال مهم جدا اللي هو الرؤية. لا فيزيون. لازم يكون عندهم على الأقل تقاطع في الرؤية المستقبلية للحياة الأسرية. أول حاجة ننصحكم بها. احكيوا على تصوراتكم وشكل حياتكم اللي حابينها مع هذا الزوج لانه باش ما تبقاوش بعدها انت ما قلتيليش نكون هكا ما قلتيليش ندير هذه من الاول كنت ديكلاري لي وهو يقول لك وانت تقولي له في الاول ما كنتش هكا وتبدلت صراحه هي مهمه جدا نعم. بزاف معناتها استاذ فتره الخطوبه هي فتره مهمه ولازم تكون عندها مده طويله باش يتعرفوا مع بعضياتهم ولازم الاسره ثاني تكون داخله في الموضوع في هذا الموضوع خلينا نحكيوا على فتره الخطوبه معناها مش لازم تكون طويلة تمام؟ مش لازم تكون قصيرة ولكن تكون مدتها اللي نقدروا نتريتيو فيها واحد المواضيع أساسية اللي هما ثلاث نقاط النقطة الأولى اللي هي الرؤية لا فيزيون وش حابة نكون أنا بعد الأسرة هذه لما تكون أنت شريكي في الدار هذه وهو يشوف لما تكوني شريكتي كيفاش رح تكون الأسرة مستقبلا هذا لازم تأكدوا عليه ولازم لكم قيمة مهمة جدا إذا حبيتوا تنجحوا في الأسرة تاعكم ما تدخلوش في مشاكل كبيرة الوضوح الوضوح خليه كل شيء واضح تمام حتى المسؤولية راح نتكلم عليها لازم تعرفوا تتكلموا فيها بوضوح النقطة الأولى النقطة الثانية لازم مجموعة قيم مشتركة لي فالور تخيلوا الأسرة مبنية على مجموعة من القيم اللي هي أساسية ما لازمش تروح اللي هي المودة والرحمة والعشرة بالمعروف والمسؤولية هادو أربع قيم لازم ديفينيوهم ونعرفوهم صح. أكيد الحاجة الثالثة واللي هي أهم أنه كيفاش نفسروا كل قيمة من القيم أتخيلوا واحد المرة قصة هكا جاوني كوب المشاكل كبار شهر وهي مرمية في دار باباها وهو مرمي وحده في داره فمشكلة كبيرة جدا وقعت بيناتهم المشكلة كانت من كلمة شافته هو في التليفون هكا كيما راني أنا ويضحك قلت له مع عمرك تضحك قالها مع أصحابي قلت له أعطني تشوف أعطيني شك إيه شنو اللي قال لها هو قالت ما توثقيش فيا شوفوا أو حيعبر على قيمة شنو هي قيمة الثقة سما ما توثقيش فيا أنا قالت له لا نوثق فيك بصح أعطيني علاش أنت ما توثقش فيا شنو اللي كاين يا مرا قالها فهي إلا ما كاين والو أعطيني نشوف وهي والله مرا كي شايفتها كيفاش أنت جاية تدير عليا جاية تدير عليا سوبرفيزيون لا مشكلة لا المشكل حنا نشوفوا الجمهور ديالنا راهو حاضر معنا وراه يشوف فينا ما شاء الله عليهم شباب وكاين حتى سيدة كما قلت كبيرة في العمر حبيت يشاركونا في هذا الموضوع واش رأيكم نشوفوا خاصة هاد الشباب دوك على بالي بلي يفرحوا لي جان ديالنا النساء في الآونة الأخيرة ولاو يخيروا الرجل قال عنده دار عنده طوموبيل شحال عنده دراهم لاباس عليه كما يقولوا بالعاميه ديالنا لاباس به خلاص نقبل به واش رايكم راكم معي في هذه الفكره او ضد
يلا اجابه راكم مع ولا ضد؟ اكيد. الي جاركم ضد؟ ضد. استنى نحسبوا النسبه تاع اوكي لا بلوبار تاع الرجال نسى راهم داكوغ اكثر. نسى راكم داكوغ انكم الراجل لازم يكون عنده دراهم باش تزوجوا. بهدلتوني. تصفيقه حاره. جمهورنا صريح، جمهورنا على الاقل الصدق ها واضحين واضحين. صريحين. اي طبعا هذه راهي ظاهره كبيره. قلنا باللي المشكله تاعهم كانت في تعريف الثقه. هذه المرأة والرجل كانت مشكلتهم في تعريف الثقة. القصة كاع أنها اتصلت بها صاحبتها وقالت لها فلان تعرفيه؟ قالت لها إيه نعرفه. قالت لها يبان يحبني. قالت لها إيه؟ قالت لها ما لقيت عنده دي ديسكسيون في ال... فهي عيطت لها صاحبتها راحت مباشرة واش؟ طبقتها. لعند زوجها وبدات تخلط في هذيك الثقة اللي مبنية بيناتهم. فتعريف الثقة لازم يعرفوه شنو هو الثقة. إذا مسلك حاجاتك ولا ما نمسهمش؟ تمام. لازم على الاقل نديفيني وهادو. انت استاذ اسكو تشوف انه مهم انه الزوج يشوف يمس الهاتف تاع الزوجه تاعو او لا؟ والله هذه تبقى بيناتهم. انا انا الحاجه نقول لك حاجه، انا اتفقت معها انه كل شيء يكون امامها تمام. وهي قالت بلي انا ما نمسش. هي قضيه ثقه. هي كي يكون كاينه الثقه ما راحش تمس. نعم. عمرها ما راح تمس. خليهم يعبروا عليها لازم، لانه هذاك موقع، شفتوا هذاك الموقع اللي صرات فيه؟ هي ثم كانت تعرف مقدار الثقه الفعلي اللي دايرته في زوجها. تمام؟ ثم اهتزت الثقه تاعها. والمراه استاذ، المراه كي تحب واحد وتحس امتي كيلكو شوز كي كلوش، اي كاينه منها. دائما عندنا حاسه. يقول لك حاسه عند النساء موجوده وعند الرجال يقول لك لا مش موجوده عند النساء. هذه انا اقول حتى عند النساء في بعض الاحيان. نعم. احيانا تكون موجوده صح. يخطئ ان يخطئ ان عندنا المراه شغل جبل ربي شغل نسبه من النساء عندهم شويه هذاك التوسويس. نعم، لانه انا قلت لكم هذه مثلا طاحت في موقعها لانه زميلتها ولا صاحبتها قالت لها باللي هو فلان دار لي. فهي العقل انخدع، ولكن في الغالب احنا نقول الاحساس يعطينا نتائج تمام، ولكن ما تروحوش ما نبنيوش عليها. ما نبنيوش عليه. انا استاذي نقول لك يعطيك الصحه وشكرا على المعلومات القيمه. تهلا في روحك وان شاء الله نعاودوا نعرضك وتجي عندنا ان شاء الله. ربي يبارك فيكم. شكرا. يعطيكم الصحه. شكرا على الحضور. السلام عليكم يا جلسه ونسا. يعيشك. الله ربي يعيشك. في فقرة هذا أنا اليوم راح نتعرفوا عن قرب بزميلتنا أمينة بالعابد، ولكن راح نرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة رايحين تتعرفوا على شخصيتي شوية. أغنية بتونس بيك. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، أما تقرب أنا بتونس بيك، وأما بتبعد برضه تونس بيك، وخيالك بيكون ويايا ويايا، وينجح صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني، والشوق يناديلك جوايا، وانا 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 انا 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 بتونس وانت معايا. تجسيد دور الممثلة فريدة صابونجي. يا العريانة خرجي من داري، طلقها طلقها يا سمير، خرجي من داري يا العريانة خلاص. سمع خبر مفاجئ. خلايا. سمع موت الأم. لطيف.
ما عنديش رياكسيون، ما عنديش رياكسيون. سمع موت الام جوغ فو فولي كوا كو جو بلور. بعد ما اكتشفتوا شخصيتي في هذه الفقره نعاودوا نرجعوا لزميلاتي. عرفتوا البنات والجمهور والمشاهدين على شخصيه امينه بالعابد، شخصيتك رائعه قويه. ربي يعيشك. حتى على بالي سؤال شويه اثر فيك، لكن انا على بالي انك انت قويه وعندك ضيفه دوكا راح تستقبليها، شكون هي؟ هي مصممه جزائريه شابه مبدعه، مصممه ازياء، انسانه تعطيك هك البشاشه والتفاؤل والمستقبل جميل. نستقبلوا مع بعضنا أبيلا كوليكسيون. مساء النور ويا اهلا وسهلا. مرحبا بك معنا. مرحبا مرحبا بك. عايشك مش قدك. هذا ما على بالناش باللي نورمالمون نجيبها ساره. او قرا اي فلافه. مرحبا بك. عابله نحيلك ورده نعطيها لك. ربي يعيشك. لا لا عابله انت ورده. انت حديتك ورده. انا لا بالي بها بلي ناس الشرق عندهم لسانهم حلو يقلعوا. لا لا ما نفقوش نقولوا سكون بونس. ا سو بوان ربي نجيني منك. جميله ما شاء الله، جميله ما شاء الله. مرحبا بك مره اخرى. ربي يعيشك. دونك كنا دردشنا قبل انا وعابله في لي كوليس وعرفت بلي هي شابه مازالها صغيره واطلقت مشروع وراهي تستنى في نتائج. ما راهيش تستنى في نتائج على حسب ما هدرت، مي راهي في طريق اللي رسماته في مخها. اول سؤال ليك عبله، هل تعتبري روحك شابه جزائريه ناجحه؟ شابه جزائريه لا نقاش فيها هذه، بصح كلمه ناجحه نعتبر روحي في طريق النجاح طريقه طويله بزاف. وانا اعتبر هذا وين بديت. وي يعني كي في خطوتنا في طريقنا، في خطوات نجاح الحمد لله. يعني قمتي بالتخطيط لمشروعك من قبل وحددتي الرؤيه نتاعك، ممكن تحكي لنا بالتفاصيل عليها؟ بيان سور، كان حلم. ايوه. ملي بديت نحب حاجه خياطه، تصميم، الرسم، لي ديزاين، ملي كنت صغيره كانت عندي هذا الحلم على بالي. يعني ديكو اللي وصلت حتى لهنا الحمد لله، لا مارك ولات معروفه في السوق، في الناس يعرفوها يحبوها، يعرفوا لا كاليتي تاعها ويحبوها، نعتبر هذا في طريق النجاح. برافو. انا بالنسبه لي انت ناجحه، وصيتك راهو ذائع ما شاء الله، لحقتي حتى لمصر، لحقتي للبرنامج التلفزيوني وبينتي خدمتك وصنعتك وحرفتك. احكي لي كيفاش حتى صارت. الحمد لله في قنوات عربية، فت في مصر، فت في جورنال، في مجلة في دبي. ما شاء الله الحمد لله، نعتبرها هذه قلت لك في خطوات النجاح الحمد لله. في مصر كيفاش فت؟ كان الفضل مهرجان وهران الدولي، مهرجان السينما. ثم لبست فنانين، من ثم كان فريق إعداد قنوات مصرية، عجبتهم التصاميم اللي درتهم لفناناتنا واتصلوا بيهم. ثم الحمد لله كان انطلاقه، انا هذاك فما نعتبره انطلاقه، سواء تاعي انا اون طونك اسما ستيليست ولا اون طونك لا مارك، كانت هذيك انطلاقه تاعها. ما منها وليت معروفه في الدول العربيه، ما منها في لو سيت جونا طلبيات من دول عربيه، وصلنا حتى لفلسطين. الله يبارك. الله يبارك. الحمد لله. يعني أسماء الهدف يا أسماء على الباساج تاعك مع في أشهر برنامج نسائي في العالم العربي تاع هي وبس. وي هي وبس. حطيني على هذاك الباساج. هذيك مش كنت نهدر، قلت لك من ثم الانطلاقه، من ثم كان مشاعر مختلطه، كان فخر، خوف، ستريس، كانت امور ما تقدرش تعبري عليها. تفوتي في اول مغاربيه، اول مصممه ازياء مغاربيه، تفوتي في برنامج ضخم، ما راحش نكذبوا على بعضنا، برنامج ضخم هكذاك، سي لوغ. وزدت في اسماء ربما هذا المرور عبر هذه القنوات العربيه، وزدت في اسماء ربما
حبت تزيد من الاصرار تاعها ولا كيما ربما نشوفوا كاين ناس مغرورين يقول لك انا جست خلاص معروف خلاص يعني يبقى يدخلوا هذاك الغرور ولا زاد في اسماء انها راح تزيد وتنجح اكثر؟ ما زادش فيها غرور بالعكس زاد فيها خوف حسيت كراني رافده حاجه اللي لازم تقعد في هذاك النيفو ما لازمش نديغرادي اذا كان وصلت لهذاك ليميسيون جو نوصل بلوس جوغش عارف اون مارك الجيريان بلي نو عندنا احنا ثاني مصممين عندنا الازياء التقليديه وعندنا لو بريت ا بورتي ماهوش محفور على المشرق برك ما نكذبوش على بعض مصممين اللي راهم تاع لو بريت ا بورتي كم المشرق نو حتى في المغرب تاعنا عندنا حنايا سي زاد فيا بزاف واذا نهضروا بالنسب سي اذا كنت 25% زاد فيا 75% الله يبارك شنو ديما مصدر الهامك باش تستلهمي التصاميم الجديده لا سامبليسيتي لا سامبليسيتي من نقولوا مثلا من الموروث الثقافي الجزائري نو نو الحاجه اللي حابه نديرها انا نفصل الحاجه التقليديه على لو بريت ا بورتي على الجاهز هذه هي اللي كاينين بزاف مصممات طاحوا فيها التقليدي ما تحاولش تردوا بريت ا بورتي نو نقدروا نردوه مودرن كاين فرق بين العصرانه واللباس الجاهز تعصرنيه وي كاين ولازم متخصص تاع ولازم دراسات باش باش ما يخلطش أيوة. لباسنا التقليدي شباب بزاف طبعا شباب بزاف وعندنا بلاك الجزائر من اكبر البلدان اللي عندها الالبسه التقليديه عندنا مختلف في كل بلاصه تلقاي عندهم اللباس الوهراني تلمساني الصحراوي الصحراوي العنابي اسمع وباش اسمع درك حنايا رحنا للعالم العربي جزنا في لي تيليفزيون جزنا في مهرجانات لبسنا دي ستار اسكو اسمع تطمح انها تصدر الماركه تاعها ولا لما لا تحل دي ماغازان اون ايجيبت اكيد طبعا التصدير قلت لك دوك راه جينا طلبيات رانا نبعثوها للخارج انا نخدموا بزاف مع الاوروب في ليبون جاونا طلبيات وقلت لك وصلنا حتى لفلسطين مصر الحمد لله انا باش نقولوا نصدروا فيها مازال باش تبعثي كونتيتي سي التصدير لازم تكون عندك كونتيتي كبيره مي الطلبيات رانا نبعثوها الحمد لله وهذا اللي راح يفتح لنا باب اللي نولوا التصدير ونطلعوا بوكوابا نولوا من الناس اللي تدخل للبلاد بوكوابا انا راني حابه تمدي نصيحه لكامل البنات اللي محبين يبداوا مشروعهم الخاص هكا سورتو في الدومين تاعك تاع الخياطه وكامل واش تنصحيهم هذا واش نمد لهم اشاك فوا في لي ستوري تاعي في سور انستغرام ايتو لا ماتيني نحب نعطيهم دي موتيفاسيون نودو عندنا بنات اللي في يديهم صنعت اليدين بداو الطرز العقاش الخياطه كل حاجه سي اليدين اوكي سي بيان قراي في دي زيتود مي كيما تدخل الحرفه الحرفه كيما يقولوا ناس بكري صنعت لي يدين هذه هي اللي ما تموتش ما شاء الله عليك نورتيني ونورتينا ربي يعيش نور نوركم حبيبتي انا شرف خلوني معاك اسمع انا تشرفت بك اليوم ومسروره معرفتك نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في جلسه اخرى ان شاء الله راح نروحوا الاميره اليوم ونتعرفوا عليها ونتعرفوا على فتره من حياتها ولا درس من دروس اللي جازت بهم في حياتها فقره درس العمر الحياة مليانة دروس كل يوم كاين تحدي لكن هذا التحدي راح يكون حافز في حياتنا درس العمر اللي جيتكم به اليوم هو كان أول بداياتي لما دخلت الجزائر وفي أول وظيفة لي كنت في اجتماع في هذا الاجتماع كنا مجموعة من الزملاء مختلفين في المستويات الدراسية المهم لما كملنا الاجتماع شخص معين قال لي أنت ما راح نديك من باستاجير انا كنت مشوكية انه علاش ما تدينيش من باستاجير وانا جا في راسي قلت له انا ما كنتش راح حتى نوظفك معايا لانك مستوى بكالوريا الدرس من هنا اللي استمديته انه كاينين من الناس اللي وزعوا سلبيه المشكل مش في المستوى الدراسي بل المشكله في المستوى التفكير
والشخصية نتاعك. فالإنسان اللي يحاول يحطمك خذي هذا الموضوع وديه كحافز باش تكملي حياتك للمستقبل، لأنه هذا الإنسان مش راح يهتم إذا طحتي ولا تكسرتي، لكن أنت مسؤولة عن نفسك أنك تكملي حياتك قوية ومحددة أهدافك حتى توصلي لها. هذا هو درس العمر اللي جيتكم به اليوم، وراح نكملوا جلساتنا مع الزميلات ديالنا. شكرا لك أميرة تفريج على هذا الدرس. أكيد برنامج جلسة ونساء فيه العديد من الفقرات، في كل مرة راح تتعرفوا على شخصية من شخصيات المقدمات، وفي كل مرة كذلك راح نشوفوا درس اللي سميناها فقرة درس العمر، وحتى الجمهور راح يشاركنا في الحلقات القادمة ويعطينا الدرس اللي تعلموا من هذه الحياة. لكن أنا خلوني نكمل حلقة اليوم ونقول لكم أنه برنامجنا أكيد فيه العديد من المواضيع، ورايحين نحكوا على موضوع مهم جدا واللي يهمكم كامل، يهم الأسرة بالدرجة الأولى. نرحبوا أكيد تحت تصفيقاتكم، راكم راقدين، جبتوا لي الرقة لينا ضيفتي لنهار اليوم، مرحبا لي. مرحبا بك لينا، والله يبارك على بنات بلادي كامل شابات ما شاء الله عليك. مساء الخير عليكم. مساء النور. يعطيكم الصحة بور انفيتاسيون، سي ان اونور بور موا، و شرف لينا كذلك. شرف لي اكيد. شنو نقولوا؟ بالبركة عليكم. الله يخليك. دونك ماما تجيبوا لي كادو في الفوالا، لازم ديجا راكم كاع الله يبارك بالكراونز لايك كوينز، دونك الله يبارك عليكم ثاني كامل. شكرا لك لينا. كنا تحدثنا على التحرش الجنسي او اللفظي، وانت قمتي بهذه المبادره وراكي تحتضني هاد النساء وهاد العائلات اللي راهم يعانيوا من هاد المشكل. لكن ربما السؤال الاول اللي نطرحه لك، وانت كشابه جزائريه ما شاء الله عليك، نقول لك كيفاش جاتك يعني هاد الفكره انك تقومي بهذه المبادره؟ اسكو انت شخصيا تعرضتي الى هذا النوع من التحرش، او احد الاقارب او العائله او الصديقات؟ كيفاش جاتك الفكره؟ هي نظن وللاسف المضايقات، كي نهضروا على التحرش اللفظي والمضايقات، جميع النساء في العالم يتعرضوا له، جو ماشي غير في الجزائر، في العالم يتعرضوا له. فشفت بلي هذه الظاهره راهي كاينه، راهي موجوده، حتى التحرش على الاطفال، حتى البنات كيكونوا صغار من عمر 5 سنين 6 سنين. فانايا يا غادير يا 9 وين جاتني هذه الفكره، قلت مادام ما كاش اللي راهو يهضر على هذا الموضوع، على بالكم طابوهات وعيب دو بريفيرونس نتستروا عليه، على بالنا بلي كاين، كاع على بالنا بلي كاين، لكن مازال كاين هذيك الطابو، هذاك العيب نحكيو على هذه المواضيع. فلتماك قررت اني نفتح صفحه، لكن نظن بحكم صغر السن ما كنتش جاهزه. ابخي شفت بلي ياو دي كا حتى في الناس قراب مني، فالتماك وين قررت مع ميموار تاع فيسبوك يعطيهم صحه ثاني، قررت مي علاش حبست هاد لابلاتفورم وعاود تحييتها في انستغرام وفي فيسبوك ثاني. فوالا. يلا قولي لي كيفاش يتصلوا بك اولا، ولما يتصلوا بلينا واش راح تقدم لهم لينا؟ فوالا. دونك هي واش راح يتقدم لهم، نقدر نقولوا تي بي دي، يعني اللي هي اللي غادي افضل، تومورو از ا بيتر داي، هذا هو الاسم تاع لا بلاتفورم، اللي غادي افضل، اللي نطمحوا نخدموا اليوم باش غدوه نحميوا النساء ونحميوا الاطفال من هذه المشاكل. حنا واش نقدموا؟ عندنا كيف نقولوا شطرين. اول شطر اللي هو التوعيه، نوعي النساء ولي بارون سورتو على هذا الموضوع، ديجا نفهموا الناس وشنو هو التحرش الجنسي، وما هو الاعتداء الجنسي، واش هو الفرق ما بيناتهم، كيفاش نحاربوا هذه الافه، ما هو التحرش الجنسي على الاطفال، كيفاش نفيقوا باللي الاطفال راهم تعرضوا لهذا المشكل، الاهل كيفاش يحكيوا مع الابناء تاعهم باش يتفاداوا هذا النوع من المشاكل، وكي يوقع باش يجيو لعندهم يعني الاولاد تاعهم، يعني نقدموا معلومات فيما يخص هذا الموضوع. الشطر الثاني انه يتصلوا بنا الناس من جميع الولايات، يتصلوا بنا اللي يحتاجوا اعانه مساعده، اما تكون نفسيه او تكون قانونيه. فاحنا تفضلي عندك سؤال. هذا اللي حبيت نسالك حاجه. ايه البنات هذول يتعرضوا للتحرش اللفظي ولا الجسدي؟
تكون نفسيتهم منهارة. كيفاش كاين بنات قدروا يعاودوا يندمجوا في المجتمع نورمال ويحققوا ذاتهم وتقبلوا تتزوج؟ كاين بنات وين يكرهوا جنس الرجل تماما، كاين بنات تصبيها غير خلاص ولات مكتئبة مكبوتة، تكسرت خلاص، تبدلت كومبلي، تكسرت في 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 عينها الدنيا واللي فيها. كيفاش عاودوا ندمجوا ندمجوا في المجتمع؟ هي لأن على بالنا الخطورة تاع الاعتداء الجنسي خاصة، الخطورة تاعو، وخاصة نعطيكم معلومة أنه المليكا اللي لحقونا اللي هو 20,000 حالة بعتونا، كانت شجاعة وجات وجاو أولاد ونساء، الأغلب نساء لكن كانوا اللي كانوا ذكور جوستومون. لا موين داج 8 سنين. الحوادث حوادث الاعتداء الجنسي كانت في الطفوله، فهذه حاجه يعني كما قلنا هذه مهمه، شفنا باللي هذا الوضع راهو خطير جدا. دونك كيفاش يقدروا يعاودوا يندمجوا؟ درنا ان جروب دو سوتيان، يعني مجموعات الدعم للنساء ضحايا الاعتداء الجنسي. للاسف مع جائحه كورونا ما قدرناش يعني نبداو فيهم. في هذه المجموعات تكون شاك جروب فيها 10 نساء ماكسيموم لمده 6 اشهر، يتلاقاو مع بالحضور الاخصائيه النفسيه ويحكيوا ويشوفوا بلي ما راهمش وحدهم. كاين هذا الاحساس بالوحده وبلي راهي وحدها، الضحيه تحس دائما بلي ما كاش اللي يفهمها، ما كاش اللي يحس بواش دازت عليه، باللي يشوف راهي رافده في على كتافها حمل اللي الناس ما تشوفوش لانه تخبي هذه الحاجه. فاحنا نحاولوا نحسوهم باللي ما راهمش وحدهم. الحمد لله كاينه اللي جوست قال لك مادام كاينه ان اسباس، يعني كاينه مساحه امنه ونقدر نجي ونحكي واش صرالي، راني ديجا نرتاح. واش نديروا حنا ثاني؟ نوصلوهم باخصائيين نفسيين اكيد اللي راح يعالجهم، اللي يتبعوا معاهم يديروا معاهم لو سويفي. اللي يكون الحادث كاين اهلي يتصلوا بنا يقولوا لنا راهو ابني تعرض للاعتداء الجنسي، كما حاله للاسف غير ما صرات، ابنها في عمره 8 سنين تعرض للاغتصاب من قبل الجار تاعو، فالام هي اللي اتصلت بنا، وصلناها بمحامين اكثر من 20 محامي قرر يدافع على الطفل بالمجان. يعني لنا هذا بالمختصر انه بالمجان يعني، فنحن نعاونوهم من الكوتي جوريدي. هذا واش حبيت نقول، انه لما راحين يتصلوا بكم راحين يلقاو اعانه نفسيه وقانونية في نفس الوقت. كذلك وباختصار لنا، واش ربما الناس اللي ما يعلموش انه كذلك هناك التحرش الالكتروني اللي راهو داير حاله. احنا بوغ لانس في هذه الاونه رانا نعالجوا في هذا الموضوع، التحرش الالكتروني والابتزاز الالكتروني. كاينه بنات والضحايا يكونوا صغار في العمر، نعرفوا اللي هو انه ياخذوا صورهم ويبيعوهم حتى فوالا يبيراطيو لي كونت، من بعد يولي تهديد. لحقوني حالات وين بعد هذا التهديد ولا يهدد فيها، نفضحك ندير تصاورك، نفضحك ندير تصاورك، لازم تجي لعندي، كي رحت لعنده اغتصبها وزاد خذا صور اخرى ولا يهدد فيها، لازم تجي لعندي لازم تجي لعندي. المخلوقه ولات في انهيار تام، تعرضت حتى للانتحار. كاينه اخر طفله في عمرها 13 طشنا للاسف تعرض تانيك يعني لحق وصل بها للانتحار. علاش؟ هي كاينه نقص في التوعيه. صح، التحرش هو انحراف سلوكي مجتمعي للاسف رانا نستروا عليه. واش معنى بعدا كرم يبعثوا لي في هذه الاونه راني نتعرض للابتزاز، وخطيبي القديم لاكسيونسي تاعي كان عنده تصاورنا ودوكا ويهدد فيا، واش ندير له؟ واش قلت لهم ديري له؟ بعثوا لها النص القانوني اللي يقول باللي يعاقب من 6 أشهر لخمس سنوات. هذا ما كان. ومن يقوم بأفعال مماثلة، فجست قلت لها ديري له كابتشور ديكران باللي هاو التهديد راهو عندك، هاو القانون، إلا ما توقفش التهديد تاعي نديبوزي بلانت. يعني كل القانون راهو معايا. كل التوضيحات تقدميهم لنا، وحنا نقولوا انه هذا الموضوع هو موضوع طويل جدا، يعني لو تعمقنا فيه ودخلنا حتى يعني برا لما نمشوا في الشارع هو تحرش جسدي ونشوفوا، يعني موضوع طويل. حنا فقط حبينا نعرفوا بك لينا ونقولوا انه هناك يعني شابه ما شاء الله تحتضن هاد الناس، وتقدروا تتصلوا بها وتقدروا تواصلوا معها. الكل واحد تعرض، حنا نقولوا ربي يحفظ وليداتنا ويحفظ كل أجهزة
الجزائر الحبيبه. نعم. بلاتفورم باش اللي ما يعرفهاش يعرفها. هي تي بي دي الجيريا، تي بي دي الجيريا في الانستغرام وفي الفيسبوك. داكي. اللي عنده اي نوع من هذه المشاكل يتصل بنا وان شاء الله نقدروا نعاونكم. اكيد ان شاء الله. شكرا لك. الوقت ضيق لكن ربما راح نستقبلوك ان شاء الله في حلقات ان شاء الله. يعطيكم الصحه انتم ثاني على هذا الكونسيبت. على خير. اختيار اللباس المناسب يسبب تحدي لكل النساء خاصة المرأة العاملة باش تختار اللباس اللي يناسب هذيك الجسم نتاعها او المناسبة اللي راهي رايحة عليها او حتى اجتماع عمل. هذا هو الشيء اللي راح نتعرفوا عليه اليوم مع ضيفتنا يسرى بعد الفاصل. كاين تعبير نقوله كل يوم الصباح كي ندخل للدريسينغ ما عندي حتى حاجه نلبسها. المشكل انه ماشي من نقص اللباس اللي عندي في الخزانه، مي المشكل اني نختار اللباس المناسب للعمل ولا الايفنت اللي راني رايحه لها واللباس المناسب على شكل جسمي. راح نطرقوا لهذه المواضيع مع ضيفتي يسرى المهتمه بالموضه وفاشيونيستا. اوكي، وش هما اهم النصائح اللي ممكن تقدميها للبنت اللي تحب مثلا تخرج لايفنت معينه؟ حاجه الاولى لازم الطفله تكون على بالها واش راهي قبل ما تفتح خزانه على بالها واش راح تخير. لازم تعرف الشكل تاع الجسم تاعها، لازم تعرف الالوان اللي يخرجوا عليها، لازم تعرف اي حاجه حبتها هي تلبس لباس يكون مريح ليها، ماشي لازم يكون على الموضه هكا. هي المهم لازم تكون حاجه مرتاحه فيها. والحاجه الاولى لازم تعرف اشكال تاع الجسم تاعنا اللي هما عندنا خمس اشكال. ممتاز. شكل كما قلتي عندنا خمسة أشكال. كاين شكل جسم الساعة اللي هو عند الكتف والحوض متوازن. هذا اللي يخرج مع أي حاجة ما كاش صعوبة فيه. لكن يكون عندها جسم الساعة ما تلقاش صعوبة باش تخير اللبس تاعها. داكوغ. مثلا اسكو هذا اللباس يقدر يخرج على الجسم الساعة وعلاش؟ نقدر نقولوا يخرج على جسم الساعة لأنه الطفلة يكون عندها جسم الساعة يكون من الكتف تاعها والحوض تاعها يكون متوازي، دونك اي حاجه تخرج معاها. داكوغ. كيما لهنا راه سوسوا مع الـ مع الـ مع الحوض تاعها يقدر يجي هايل عليها. يجي هايل عليها. داكوغ. وخاصة انه كيما قلتي عند الكتف والحوض يكون متوازي. نعم، هذا يقدر يرفد لها كتافها. داكوغ. تكون الطفلة عندها جسم الساعة. طيب، ولما تكون وحده عندها مثلا كيما نقولوا الشكل الجسم تاع لونجاس اللي هو كتفها صغير، يعني الجزء العلوي من جسمها صغير والتحت اكبر، لازم لهنا نخيروا اللباس المناسب اللي هو مثلا هذا. تفضلي في هذا الفستان. علاش؟ لانه لهنا يقدر يرفع لها كتفها هي مادام عندها كتف تاعها صغار. صح. وعندها الحوض تاعها صغير. سما كي تخير منا لهنا هذا هذا اللباس راه لهنا الكتاف يبرزهم لنا، يبرزنا الكتاف. وكيفاه لهنا الحزام يقدر ثاني يعطيها اطلاله مرتبه للطفله. سما هذا يقدر يخرج عليه. طيب ساره، انت كم مدونه الكترونيه ومعروفه، واش هما التحديات اللي تلقاهم كل يوم صبح باش تخيري اللباس تاعك؟ انا مع الجسم ما عنديش بزاف مشاكل، عندي مشاكل مع الالوان. انا انسان الالوان شويه، انا والالوان ما نتفاهموش مليح. لضيق الوقت بالك ما نقدروش نكملوا الاشكال الخمسه. ذكرنا الكمثري اللي هو لون جاسة من الفوق صغير والتحت واسع، والساعه، وكاين شكل المثلث المقلوب، كاين الشكل المستطيل، وكاين شكل التفاحه اللي هو عنده منطقه البطن ممتلئه. النصيحه اللي تقدري تقدميها لكل هذه الاشكال وللنساء بشكل عام؟ لازم كما قلنا لازم الوحده تعرف تخير، تعرف الجسم تاعها واش فيه هكا باش ما تلقاش صعوبه كي تجي تفتح الخزانه تاعها ما تقولش ما عنديش اش نلبس، ما تقولش ما هادو حوايج كاع ما كاونيش. سما لازم الوحده تعرف شكل الجسم تاعها، تريح مع روحها، تشوف الحوايج اللي يخرجوا عليها، ماشي تشري حاجه تحطها تعلقها في الخزانه ومن بعد ما تجيش تلبسها ولا تروح الموضه تاعها. سما لازم الوحده تكون واثقه من نفسها، تعرف واش حاجه اللي تخرج عليها اللي ما تخرجش عليها هكا باش ما تضيع لي وقتني ملابس. عندك الحق. شكرا جزيلا يسرى لهاد النصائح. شكرك. يعطيك الصحه. عايشك. ما
مشاهدينا الكرام، لحقنا الى فقره لوكان. كما قلت لكم فقرات البرنامج متعدده، وفقره لوكان هو سؤال يطرح على مقدمات البرنامج، راح نكتشفه بعد الفاصل. لوكان يا لوكان يا دراشون، خبيت لنا فقرة لوكان لبناتك واجدين ها؟ أنا ما تسولونيش. أنا سولك أنت الأولى. نشوفوا السؤال. واش راكي مخبية يا سارة؟ أنا مانيش مقرعة، عطيني مفاجأة. لوكان، لو كنت مشتاقة لأحدهم ماذا تقولين له الآن؟ بدأي بروحك. مؤمن يبدأ بنفسه. يا روحي انطلقي، قولوا نحبك وتوحشتك بزاف. سلسة على الحب. وقال ما عجبكمش كي قالت لكم توحشتونها، قولوا لي شباب. سي. لي جون، أنا مع لي جون. يحبوا الحب، لي زالجيريان يحبوا الحب. شعرت أمير. وشنو؟ مشتاقة لأحدهم وتقولين له I miss you. I miss you. توحشتك عذرين كرواحي. يلا بون، ممكن هاد الكلمه نقولها لاختي، صح متوحشتها باسكو قريب عامين ما شفتهاش، نقول لها صح راني متوحشتك ومتوحشتك ياسر، ونستناوك كي تجي للجزائر ان شاء الله. ان شاء الله. انا اكيد لو اشتقت الى احد واش نقول له؟ نقول له باللي توحشتك، ونقول الجمهور العزيز عليا واللي نحبه بزاف نقول لهم توحشتكم بزاف بزاف ونحبكم بزاف بزاف. مشاهدينا الكرام، لحقنا الى نهايه حلقه اليوم. تشرفت بزاف اني رافقتوني في تقديم هذا البرنامج الرائع، جميلات مثلكم عايشة سارة وأمينة، يعني ماهوش ضيوف، راحين تشوفونا كل يوم. كل مرة نطلوا عليكم، إن شاء الله كنا خفاف وتوفقنا في ولو قليل إن شاء الله، وأفدناكم كذلك ولو قليل. نشكر كذلك الجمهور الرائع اللي راح حضر معنا. إحنا اللي نصفقوا عليكم، يلا برافو. يعطيكم الصحة على حضوركم، يعطيكم الصحة على حسن الإصغاء والمتابعة. في نهاية كل حلقة من حلقات البرنامج راح تكون نصيحة لكم، أكيد أنا نقول لكم ثقوا بنفسكم. ثقي بنفسك أنت سيدتي أولا، ثقي بنفسك واهتمي لجمالك، ولازم تكوني جميلة دائما، لازم تكوني دائما متفائلة في هذه الدنيا، حبي الدنيا باش تحبك، كوني جميلة لأنه جمال ما هو لا جمال شعر لا جمال جسم لا جمال والو، هو جمال الروح. وأنا نقول لك مادامك امرأة ومادامك جزائرية فأنت جميلة. سلام.